صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ انا يلا هدي الدنيا المدرسه او كان عيني مشي للمدرسه ديالي، ولكن مشيت حسن الكوريوس نحيدو عليا نجيب هادو الباكيت طيب نوري لكم. اكيد قريب انتوا غادي تشوفوا شنو هو. شفتوا هاد الباكيت فيه واحد الحاجه؟ ياس، مواد طبيعيه. لهذا انتظروني انتظروني انتظروني. وصافي مشيت جبتوه. انا صراحه ما عرفتش شنو كان وصلني، وقلت غادي نمشي نجيب هذا الصباح حسن. اصلا غادي نضيع تقريبا ربع ساعه ديال القرايه، و اليوم عندنا الانجليزيه، لهذا انتظروني في استراحه نهضر معكم بالانجليزيه اللي تعلمت في القسم. المهم المعلم ديما كيبدا، راكم عارفين مع كيقرينا مره في السيمانه كيبقى الهضره، واحد كيسول على داكشي اللي خصو يسول روينا كذا، ما كيبدا تقريبا الكلاس على 10 دقائق ربع ساعه شي مرات. لهذا قلت اما حسن نمشي نحيد عليا هذا الباكيت نجيبو، لحقاش غيجي عاوتاني كوريوس ما يلقانيش. مشيت جبتو ودابا انا كنرتاح واحد شويه وغنمشي لحقاش باقي 10 دقائق وجيت الترين. يلا نتلاقاو من بعد في الزنقه. نات حنا دابا خرجنا المرسار، اليوم درت بقاليو ودرت اليوم هاد السنيسلات هادو اللي وريتكم البارح بالليل، غنخلي لكم اليان ديالهم في لاباغ دانفو ولا بغيتو تشوفوهم، والكورميت اللي وريتكم في الفلوق اللي فات شفتو كيجيو تشبه السنت اللي غادي فين جيمات، غنخليهم لكم في لاباغ دانفو وتشاكيطا. من بعد نوريكم شنو لبست ونخليهم لكم حتى ما في لاباغ دانفو. البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه من تفكرتها، كنتو فاش درتي وصرا الفيديو على حساب الزيوفا وداك الشيء، بزاف دخلتو عندي وكتسولوني على حساب الزيوفا واش كاين الزيوفا. البنات ما كاينش حاليا، بحق ان شاء الله غادي نحطهم قريبا لانه داكشي اللي كان عندي ساله دخلتو معطلين شويه، وغنحط واحد الكوليكسيون جديده ان شاء الله اليوم. غتكون نتوما شفتوا الفلوق، غنكون كنتمنى تكونوا لقيتوا باقي شي حاجه. الا عجبتكم هذه الكوليكسيون غادي نزيد منهم، سينو غنرجع الكوليكسيون العاديه. ولا بان لكم وجهي من فوق على الماكله، حقاش فكرت وقلت نقولها لكم. وصافي البنات خلوين نديروا هاد الفيره هنايا كيتشوي، ونديروا هنا بحال موناليزا شوفوا. شي كيخلع هنايا خديت التفاح كما قلت لكم داني ولعزت عليها بزاف، انا ما عنديش معاه الكيوي هنايا و البنان. وهنايا بنات الخضر خديت الدنجال فلفله حمراء وفلفله خضراء، صافي كده خديت يعني الخضره ما خديتش بزاف لحقاش ما كنستهلكوش بزاف الخضره. المهم صافي ملي كنجي من القرايه تركت السوق، لحقاش صراحه اللي في خويا ديال السوق ريحتهم تكون ريحتهم زوينه، كتحسي بهم يعني ما يكونش بيهم 100% ولكن حسم ديال السوبر مارشي. والخضره نتا هي بحال هكاك، وتخيلوا البنات يعني حتى الاثمنه كيكونوا يعني مختلفين على السوبر مارشي، يعني كاليتي مزيانه والثمن مناسب. والصراحه مابقاش ملي كيعجبنيش كيشي سوبر مارشي عاد ملي كان بحال كان بحال كناخذ من تماك وصافي، اما كيعجبني ديما نحسن ناخذ هادشي من السوق. وصافي هادشي اللي خديت البنات، ودابا راني خدامه على الزيوف البنات على الالوان داكشي. المهم هذه الكوليكسيون الجديده عرفتي غادي تكون رائعه، نوريكم كنشوف الالوان تقريبا اللي كاينين شفتو، والستايل واعر 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 كيحمق. هادشي علاش دابا انا خدامه، ان شاء الله خصني نحط لكم تصاور في الانستغرام باش نبدا، باش البنات لحقاش كتسولوني بزاف عواطك انت تحت الزيوف، عواطك انت تحت الزيوف، وانتم ما عارفينش بان انا حط لكم كوليكسيون جديده وباقي واحد اللون اخر ما بين هنا لحقاش نزيد على داكشي اللي قديت عليه. المهم ومن بعد ونتشوفو نمشي دابا كمل خدمتي حقاش كفاني الوقت نمشي نجيب دانيا. المهم بلاتي نهار تشينا باش نشوفو واحد الطراب اخو ديال دانيا، وحمقاتني معجبتها تفيغاتينا نهز داكشي اللي بالي انا وصافي. هانتوما البنات هادشي اللي لقيت، لقيت هادو لقيت حروف وشد الساق دانيا مشات تشوف اللعب تما شفتو كيلعب تما. المهم كنقلب هنا على الساقات وداكشي ملقيت شي حاجة. فيغاتينا فيغاتينا اصطناعي شوف فيغاتينا كاينين ليها، شوف شوف شنو بغيتي تامبوكو اكي نو هذاك ماشي بغاتينا دنيا ها ماما شي شي ما بغاتينا صافي نعمل معنا نشوف لي ونهزك اش تاكلي كندير بوانا كندير بوانا ماشي
وريتكم شنو شريت في الاخير. شريت هادو ولا ما عرفت وريتكم عقلت. المهم شريت هادو وشرينا هادو دني معجبتهم حتى معجبوها حتى وحدين. وصن صراحه ما كانش بزاف فاريدان كيتعجب الوليدات ويكون زوينين نو. وخديت هذا البنت راه الثمن ديالها ما هو باين. هذه اورو 45 ولا 25 كلا 45 سي 45 وهذه 70 سنتيم. وجيت لصق لحقاش انا ما عنديش فضه هذا اللصق كاع نهائيا. وصافي الخدمه هي هذه. غادي نشدو هنا نديرو الصوره كنت وريت لكم ديك المره فواحد البلوغ. المهم انا نوريكم دابا شنو الصوره غادي ندير. البنات هما التصاور اللي بينا نديرو قالت لنا زكي مامي يعني تكون فيهم حنا بثلاثه كاين حتى باباها هنايا لهذا غندير هاد التصاور هذا. ما عرفتش ندير هذه الحده المشيشه ولا هذه النورمال. انا عجبتني هذه اكثر لينا فيها حسن. هذه يمكن ندير هذه ما عرفش لا ما عرفش حتى ديك الساعه نشوف بابا اش غادي يقول واش عجبني الا عجبته وديك اللي عجبته الا نحطو. انا درت لها هنا البنات دانيا بهادو وهي كدير الصقه بوحدها. شوفوا ها كترون يلا خلونا نصاوبو ليها يعني غنخلي لها داكشي غنحيد لها هذوك وغندير لها وحدين من هذوك اللي من هذو اللي شريت قلت لكم فيهم بحال مكتوب ميموريز داكشي. ومن بعد نقول لها تلبط الصقه هذو خليها على خاطرها تلصقهم ها كتحط. تي غوستا سي شكون فين غنديو هذا فين فين غنديو دانيا سي ديال دانيا بروبليم من غنديو لا سينيا سينيا. المهم بنات الريزولت الاخير انا عجبتني بعدا ودنيا حتى هي وانتوما صباح الخير البنات كي دايرين لاباس عليكم جاب لي الله بحالي كندير لايف فراسكم ما عمري حال معكم حلقه حقاش قلت اجي نهضر معاهم دابا سينو غنمشي نحيد الزيفه نبدا الشقه نبدا مساء عندي اليوم خدمه. عرفتي البارح البنات عندي التمار على هذا البارح ما قرافيتش لكم درت لكم البارح بلوغ وغندير لكم اليوم يعني. المهم راه كنحط لكم ديما في البدايه ديال الفيديو البنات سميتو فيتشا يعني نهار فاش سجلت لكم هذاك الفيديو باش انا يبقى عندنا نرجع نعرف ناري صور دوك اللقطات وحتى نتوما تعرفوا يعني شنو علاش من نهار كنهضر لكم حقاش مرات ننسى مثلا ملي كنحط لكم الفلوق كننساش من نهار سجلتو لكم والله كنتلف. هذا غنبقى نحط لكم ان شاء الله الفيتشا ديال كل فلوق. وقررت واحد القرار هو انني نبقى نحط لكم مثلا نعاود ما نحط لكم فلوق فيه نهار فلوق يكونوا فيه يومين حتى ثلاث ايام يعني نبقى نجمع لكم مثلا بحال اللي نحط ثلاثه فلوقات في السيمانه وجوج فلوقات في السيمانه على حسب اشنو عندي لحقاش. مثلا شوفوا البارح ما كان عندي ما يدار والبارح سجلت لكم وصافي يعني مجاني قليله نحط لكم غير البارح وما سجلتش بزاف لهذاك علاش لا نبقى نسجل لكم يعني يومين ثلاث ايام في الفلوغ. ديروا قول لي كي جاتكم الفكره. المهم البنات دابا انا يلاه جيت من كوريوس دي الدنيا مدرسه هضرت مع المديره انا غنعاود لكم وقع ليا واحد الفلاش البارح عرفتي تعصب ديال بصح ديال بصح ديال بصح. يمكن هذا هو السبب على انني ما هزيتش البارح التليفون نسجل لانني صراحه ملي كنتعصب البنات اللي كتسمعوا بق 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 على برا كيصاوبوا شي حاجه في الزنقه لهذا ديزولي سمعتي البنات قلت لكم وقعت لي واحد الحاجه اللي صافي تعصبت. ملي كنتعصب سبحان الله يعني بحال اللي صافي تنعرف صافي تعصب في الصباح النهار غيدوز خايب يعني ما كيدوزش خايب يعني خايب بزاف ولكن صافي كنعرف راسي انا ما كتكونش عندي الكنه ندير شي حاجه بكل يعني بكل حب يعني اي حاجه كنحاول نديرها بكل حب اي حاجه باش تخرج مزيانه. وصافي مشيت كما قلت لكم دي دايام مدرسه مشيت الكوريوس صيفطت الزيوفه اللي دوزوا البنات لا كوموند البارح. البارح كانت عندي خدمه بزاف 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 البنات لدرجه اني ما جاوبتش كلشي البنات اللي كيسولوني على الزيوفه سمحوا لي بزاف. انا حتى هو نشرح لكم دابا واحد شويه على داك الشيء واخا ما يعني بغيت ندير لكم فيديو خاص ولكن ما كيبان لي غادي نتعطل باش نديرو لهذا نشرح لكم شويه بالنسبه للبنات اللي كتسولوني لحقاش وليتو كتسولوني هنا في اليوتيوب داك الشيء على صافي البنات كما قلت لكم نزلت الكوريو وجيت للدار دابا وتنهضر معكم. دابا نعاود لكم شنو وقع لي البارح. البارح مشيت الدنيا للمدرسه تعطلت تقريبا جوج دقائق يعني انا فاش وصلت لقيتهم يعني صافي الوليدات يعني ديال القسم ديالها طالعين في الصف نو يعني القسم اللي حداها كاين الاول بي مثلا البي كان تابعينه. ودابا انا بغيت نطلع دنيا لانها كانت مريضه وفي عرفتي يعني عارفين نيوفها كيجريو بزاف بالماء وقلت نقول يلا بنطلع ويقول لي هذاك لا ما طلعش. وانا فيت اللي طلعت دنيا الفوق واحد المره تعطلت وطلعت حقاش باش نخلي انا بنتي طلع بوحدها والدراري الصغار والكبار كلشي مخلط يقدر تطيح يقدر تدفع شي واحد يعني ماشي بحال كتكون معلمه حاضيهم وغادين. المهم كان اصلا يعني كون شفت كون ما بغاش يشد معايا كون هضر معايا باحترام ما نشوف شي معلمه ونطلبها عافاك طلعيها ردي معاها الباليه في القسم ديالك ورجع وصلها القسم ديال ا. انا هو كيهضر معايا وكيهضر معايا بنفاخه وانا قاعده حاجه عندي
نهضر معايا بواحد بنفخه. انا انسانه كنهضر بكل احترام في الاول وكنهضر بكل برود في الاول، ولكن ملي كيشعل معايا واحد كنشعل معاه. عرفتي البارح هذاك شعلت معاه تنقول شوف، بعدا في الاول قلت ليه شوف راه هذاك كاسو سبيسيال، راه ماشي حقاش تعطلت لهذا، راه بنتي مريضه. ويقول لي الا كانت مريضه خليها في الدار. قلت لي برو انت ما خصكش، ما عندكش الحق تقول لي واش نخليها في الدار ولا ما نخليهاش. اصلا هي كون كانت مريضه لدرجه اني نخليها في الدار ما غاديش نجي نتشاور معاك دابا. انا كنقول لك هنا مريضه يعني فيها موكوس بزاف، بغيت نقولها لا سيني ولا حقاش زعما المعلمه، لانهم بعد نيت بصح كيخليو ليهم الخنونه حاشاكم البنات فنبقى نزوق لكم الهضره باش تعرفوا باش نحس انا، يعني كيخليو ليهم داك الشيء ها يعني ناشف هنايا ولا هنايا. وانا صراحه كيضرني خاطر انا بنتي ما عرفتش من اش من ساعويه لاصق لي هذاك الماء هنا، واخا يعني ماشي لدرجه ماشي ديك راكم عارفين سينو ديك الماء ديال الروح راكم عارفين، ولكن انت ملي كينشف كيولي خايب. يعني انا تضرني خاطر ماشي كنعيف بنتي ولا شي حاجه، بالعكس يعني انا بنتي، ولكن بنتي كيعجبني تكون نقيه ديما. يعني مادام انا كنديها لكم نقيه خصها تبقى نقيه. اكيد كما قلت انا دابا المعلمات الصباح قلت لها شوفي عافاك عطيها غير ديت لها طوايطاس سيرديت، قالنا جيبوا طوايطاس وجيبوا كلينيكس. انا ديت طوايطاس وديت كلينيكس وديت البابي الاخر اللي كيجيب بحال هكا، يعني باش بنتي نسهل عليها انا المأمورين باش تجيب البابي ولا تهز كلينيكس اللي بغات. قلت لها عافاك عطيها طوايطاس فاسقه، قالت لك انا ما نقدرش نمسح كل واحد. قلت لها فاهمه لهذا قلت لك عطيها طوايطاس فاسقه باش مره تمسح نيوفها، هي راه كتعرف خصك مره تفكريها. قلت لها البارح جبتها بنيوفها كلشي يعني عامر، انا ما نقدرش نبقى نشوف بنتي بحال هكا. صافي هو البارح كيما قلت لكم بنتي تنفخ عليا وتغوت، كنقول ليه شوف، قلت لي تنقول زعما راه تنحاول بكل يعني تنحاول نبرد فراسي باش ما نهضرش معاه بطريقه خايبه، وتنهضر معاه بادب وكل شيء. هو عرفتي من 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 الثانيه الاولى من الثانيه رقم واحد وهو معصب معايا، يعني كيهضر معايا وديرها نا عرفتي هو تيهضر هكا. وانا صافي تعيت مشيت جات واحد جاب الله جات واحد جات واحد المعلمه تقول لي عطاها ليا هزاتها. قلت لها عافاك قولي للمعلمه كذا وكذا وكذا وهذا، قالت لي بالي صافي عطيت لها طلعت وانا مشي رجعت عنده. مش رجعت عنده هو بصح مشى بحالو زعما السيد راه ما دار والو زعما. تقولي بعدا تقولي نو اسكنوا زوير نو اسكنوا زوير لا معليش طلعي معليش طلعي، يعني بلا ما تبقى تزيدي الهضره ما يمشي. كيقول لي عارف من بعد مشيت عنده قلت لي شوف قلت لي تطرابخ وقلت لي تي ام بي تكون باسيانت، يعني خصك تكون عندك باسيانسيا. قلت لي يعني خصك تكون واحد ملي كنهضر معاك تهضر شويه تكون ريلاخاد وما تبقاش نيرفيوزو. قال لي نو ريست لا نيرفيوزا، قال لي جوست موري ريلاخاد اي جوست. هو كيهضر تيقول ديك الكلمه موري ريلاخاد وطلع السما، عمرك شي واحد ريلاخاد وهنا معاك السما نو جوست موري ريلاخاد. قلت لها كي تينس كلا لاخارت قلت لها كي ستات نيرفيوزا. قلت لي نو بيردونا دو كي نساس نيرفيوزو يا ديما ستو ترابخ وقلت لي تي ام بي ما تكونش هكا. قلت لي تينس قلت لي خدمتك ما خصك تترغم عليك تكون يعني انسان صبور ونيت بصح، يعني خدام على الوليد تخدم يعني تخيل واحد النهار بنتي ما نعرف يكون تهبط للساحه وتمشي للدوش مثلا وتهبط لتحت يكون هو ويدور فيها ولا ما نعرف. يعني مادام هضرتي معايا انا الكبيره امها بالطريقه العملاقه تهضر مع بنتي صغيره لان ما كتعقلش وما غاديش تعرف تشكم بيه، يعني بينا في انسان زيرو صراحه في المعامله. عرفتي تعصبني. المهم بقيت كنهضر معاه حاولت زعما حقاش ما قديتش نمشي للضرب بلا ما نهضر معاه. مشيت لعندو قلت لي قلت لك ما خصكش تكون بحال هكا، يعني ما تقدرش تمشي في الحياه بحال هكا، يعني خصك تكون انسان كتعرف توصل الرساله بطريقه يعني باحترام. قال لك نو انا احترم ما فرطيتكش الريسبيتو. قلت له ما فرطيتش الريسبيتو. قلت له استاس غريتاندو. قال لي لا انت اللي كتغوتي وانا والله ما كنغوت. كنهضر يعني بكل برود بالعكس كما اني انا غاديه في محتي كنكبر في العمر كنتعلم انه الحاجات كيجيو بشويه كيجيو بادب انا ديما الادب كاين ولكن سي عصبيه قدر شي مرات كيطلع لي الصوت يعني كنغوت يعني بحال هاد الامور بحال هذا نهضر معاه يعني بعصبيه ولكن ما عمري فالتك الريسبيتو زعما نعير ولا نخسر الهضره ولا نقلل من الاحترام ديال شي واحد باي وسيله نو ولكن سي كندافع على حقي نورمال ما غاديش ندافع على كندافع على حقي بهذا الاسلوب هذا كما كنهضر معكم دابا يعني كنهضر بشويه ولكن ملي كيطلع معايا واحد كنطلع معايا لان ما نقدرش نبدا تغوت عليا وتعلي عليا صوتك وانا نبقى نحضر في صوتي الوقت كامل ما يمكنش امبوسيبل. يعني هادشي كندير مع والديا سي مع ناسي مع عائلتي اللي كنحترمهم سي ولكن مع الناس ديال الزنقه ما يمكنش يعني واحد لحقاش للاسف الشديد ما حدك كتهبطي خصوصا معنا في هاد البلاد لانني عشت هنايا اكثر يعني على حكم كبرت هنا وليت كندير حوايج راسي بوحدي ملي كنمشي اي طبيب كنمشي لها كندير مسائل بوحدي يعني عاد باش تنعرف كيفاش كنتعامل. اما في المغرب صراحه مسيش في التعاملات وهذا ولكن ماشي بحال هنا لهذا ما حد كتكوني انسانه سي هما كيعجبو يعني كتكوني كاين الناس كتكوني ريسبيتوسا كيكونوا معاك الطوب ديال الريسبيتوسا وكاين واحد النوع اللي من النوع هادي الحارس هذا مثلا ما حد كتكوني ريسبيتوسا ما حد هو كيعصب ليا اما تمكلخه والله كاين واحد النوع من هاد الناس ما عرفتش نتوما تلاقيتو اكيد تكون تلاقيتو مع شي نوع بحال هذا قولوا لي في التعاليق يعني ما حد كتكوني ريسبيتوسا معاهم ما حدهم هما كيحسب ليهم
انت يا اما ما كتعرفيش الاسبانيول بعدا ما فهمتيني هاد القضيه كيشوفوك بزاف راك ما كتعرفيش تهضري بالاسبانيول يا اما ما كتعرفيش الاسبانيول يا اما كتعرفيش تدافعي على حقك يا اما ما غاديش تمشي ديري كيخا بزاف منهم كيحسب ليهم عرفتي علاش البنات خصكم تعرفوا هاد القضيه البنات اللي متبعين هاد القناه هادي بغيتكم تعرفوا هاد القضيه فين ما دار لكم اي بلاصه في اي حاجه اي واحد اي حاجه في اي بلاصه عندكم حق ديروا الكيخه كيخه تكتبوها كتابيا وشفويا يعني عند تهضروها كتابيه شفوي مهم بالهضره وبالكتابه خليونا بالدليله مهم بالكتابه وبالهضره يعني تقدر دابا انا مدرسه نكتب ورقه نحطها ونقدر نهضر مع الديريكتوره وتمشي كوريوس ايغوال شي كارطيرو كيجيب لكم داك الشيء ورمي لكم حدا الباب وما سيروا ديروا كيخه في السبيطار تعاملت معكم شي وحده ديروا كيخه الديريكتور ما عمركم تسكتوا عرفتي علاش حنا كيديرونا بحال هكا لحقاش كنا كنسكتوا نتحداكم دابا تقول لي شي وحده البنات قليل غتلقاي واحد 10% ياك حنا من 100% 10% يعني اللي كدير كيخه وشوفوا شوف ما كان كيخاوش لا على مثلا معاملات بحال هادو ولو معامله ولا غير بالهضره يعني عامل كارطيرو غير بالهضره خايب يهضر معاك ويتنفق عندك حق دير كيخه لانه هو خصو يعاملك مزيان كيما انت كتعامليه مزيان واخا انت تعاملي يعني خايب خصو هو لحقاش في خدمته يحاول يبردك ماشي يغوت عليك ولا لانه هذه هي الخدمه يعني اتنسيون الكليانت خصك تكون دائما ريلاخادو ومثلا حنا ما حدنا كنحترموا الناس يحترمونا لهذا كنتو كتحترموا شي واحد ما يحترمكمش من حقكم ديروا كيخه وما تبقاوش تسكتوا البنات ما كنقول لكمش دابزو ما كنقول لكمش تغوتوا انا ضد هذا الشيء ضد انا ما تنحملش نشوف شي واحد صراحه مثلا شي بلاصه بوبليكا وكيغوت مثلا على شي واحد خدام ما كنحملش لانه داتجي خايبه غنمشي تهضر مع بريسبيتوسو بريسبيتو سمحوا لي غتهضروا مع بريسبيتو فلان يعني بور فابور يعني مبوديش تراتار ان بوكو ريسبيتو ريسبيت تكون ريسبيتوسو معايا تكون مؤدب معايا وهذا سينو غتقول لي كيلو بلا كون ديريكتور يا سطا غتمشي للديريكتور غتمشي لبلاصه يعني بينكم بينو غتعطيه كيخه ولا غترمي المهم تقدر انت ديريها ما يسمع لك حد تقدر نديها انا ولا كي درناها اليوم غدا وهادي سمحوا لي بنت انت وهي وهو وهي وهو وهو راه حنا جوج المليون ديال الناس في اسبانيا تخيلوا نديروها غير مليون غير النص ديال الناس اللي كاينين في اسبانيا غيوليو عطاونا قيمه حنا الحمد لله عندنا قيمه وعارفين يعني الحمد لله الناس مؤدبين ريسبيتوسوس يعني العنصرين هما اللي ما كيبغوش يعرفوا هادشي ولكن الناس اللي عايشين نيت عارفين هادشي ولكن خصنا نبقاو ندافعوا على حقنا البنات والله ما تبقاوش تسكتوا على حقكم ما من حق حتى شي واحد يغوت عليكم ولا يعلي عليكم صوتكم صوتو في اي بلاصه في اي بلاصه والله لهذا كما قلت لكم مشيت هضرت الصباح البارح بنهضر مع الديريكتوره بالحق ما تكونش لحقاش للاسف الديريكتوره كتقري حتى هي معلمه يعني ما عندهمش ديريكتوره سكرتاريه سينو الديريكتوره والسكرتاريه كيقريو حتى هما يعني خصك تسني حتى لجوج وانا جوج كنكون باقا في القرايه المهم ما قدرتش نهضر معها البارح مشيت مع الخمسه سولت قلت واش كاينه لقيتها ما كاينش عاوتاني مشات خرج دير شي اوراق المهم دايرين بحال قلت هما معلمين وعاطيني مخدم اخرين ما فهمتش اوف هاد الصباح عاوتاني مشيت وانا نلقاها يلا قالت لي قلت لها نهضر معاك قالت لي ما نقدرش عندي اجتماع قلت لكم قلت لها وانت بنهضر معاك انا قالت لي نو ماشي هكا ولكن واش بغيتي تقولي شي حاجه قولي عليا دابا يعني حقاش هي خصها دابا تطلع تقري اه وعدي انا نهضر معاك انا اللي عندك اجتماع من بعد ودابا عندك القرايه ايوا خصني نهضر قلت لها واش بغيتي تخليوني قلت لها نتفرج عاد كتنقول كابلار قلت لها خصني نهضر قلت لها تنقول كابلار قالت لي هذاك بيروجنا شنو بتقولي قلت لها سينو كيخا قالت لي ديما كنا نتحدى هذاك خينا تلاجي نحيدو من هنا ماشي حقاش من سينو مبغيتش ديك الغواته ديالو سينو غادي نغوت انا مبغيتش نغوت صراحه لهذا عيطت لها هضرت معاها قلت لها شوفي كيفاش وكيفاش وكيفاش قالت لي صافي نو تي بريكوبي زعما قالت لي ما تقلقيش مره اخرى العاود وقع لك هادشي قوليها ليا يعني بحال اللي كتقولي لي كان شي ما غاديش يوقع يعاود يوقع صافي قلت لها اسكي قلت لها انا فاهمه ان النورماس هما النورماس واخا النورماس كيديروا على ما بغاو انا ديك المره طلعت بنتي وما قال لي حتى شي حتى شي حاجه ديك المره صاحبتي نصرانيه طلعت هي وماماها هي وماماها اختها الفوق ما قال لي حتى شي حتى شي حاجه وهذا الصباح يمكن هو طالع عليه الزعاف صباح معصب على شي حاجه وباش عصبني ملي كيجمل كل شيء يعني كيجي كيقول لك اسكي بوسوتراس ومني كيقول ديك بوسوتراس اش كيحل كيقول مغربيات انا كنحس ماشي كنقول لكم انا محساسه نو انا ملي كنكون نهضر مع شي واحد من هضرته كنعرف اش كيعني ليا يعني فهمتو اشنو قال لي ملي كنتي وصلتي في الرساله يعني بحال بوسوتراس ما كتحترموش النورمال نتوما ما كتحترموش النورمال شكون حنا انا ما كتهضر يعني ما تبقاش تقول لي حنا هما كنا نصارى عرب كلشي حقاش هنا في المدرسه الناس كلشي كاين تما كتهضر على حسابهم باش قد تحطنا فواحد المجموعه خاصه نو ما نسمحليش يعني حقاش هضر كيما قلت لكم هضر معايا بواحد الطريقه بحال اللي كيستهزئ مني وبحال اللي بحال يعرفني اني انا غادي نسكت ليه وما غاديش ندير كيخه عارفني لهذا كنقول لكم تقدروا ديروا كيخه في اي بلاصه في اي مكان في اي ساعه في اي وقت كيخه باش يوليو يحترمونا ويعطيونا قيمه تجربتي الخاصه نهار ما كديرش كيخه والله ما كيديوها فيك نهار كتهضري على حقك كيولي كلشي يضرب لك الحساب لهذا لحقاش كما قلت لكم للاسف هما كاينين الناس صراحه الله يعمر لهم الدار وبزاف
يعني بزاف ديال الناس ما كتحتاجي لا كيخه تحكمي بحال هذا النوع هذا كيحتاج كيخه علاش لانه ملي كنسكتوا كاملين كيوليو يعاملونا حنا كاملين بنفس الطريقه لهذا ما خصناش نسكتوا على حقنا ما كنقولش نوضوا الفوضى والصداع والدحسه بكل احترام بكل ادب لهذا هو اصلا كيمثلنا كمسلمين نجيبوا حقنا ولكن بادب ما ندحسوش ما نوضوش الصداع يعني خصها تعرف علينا هذه القضيه اننا حقنا ما نسمحوش فيه كاين واحد النوع من الناس مثلا واحد راكم عارفين مثلا واحد النوع من الناس مثلا كيجيبوا حقهم الصداع والقوات انا اللي ضد هذيك الفكره يعني ما كنقول لكمش هنا مثلا نوضوا الرقاطه وغوتوا لا خصوصا في الاماكن العموميه حشومه لهذا نجيبوا حقنا بكل ادب ضروري من العصبيه ولكن مع الصباب لو كنهضر بصوت منخفض ماشي بقى انا نوض الحيحه تما كنعير لا يعني الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات يعني ونعلموا هذا الشيء لولادنا تكون عندهم ثقه في النفس تكون عندهم شخصيه خاصه بهم يعني يقول لهم شي حاجه يعرفوا كيفاش يدافعوا على راسهم ما يبقاوش ساكتين ويدخلوا وسط جواهم كما كنقولوا ويقولوا لا انا حقاش مغربي نورمال يحقروني ولا انا حقاش كذا ولا نو ما عندي حق حتى شي واحد يحقرك حتى شي واحد واخا يكون الملك براسو ما يحقرنيش انني انا كما خلق الله خلقني وفين غادي نمشي فين غادي يمشي حتى هو كلنا بحال كل واحد عطاه في هذه الحياه ربي المرتبه ديالو ولكن سي في الاول وفي الاخير كلنا بحال ريسبيتو كان يعني ريسبيتو لو مارسيموس تودوس يعني الادب والمعامله مزيانه كنبغيوها كاملين يعني وكنستاهلوها كاملين نكونوا كما بغينا نكونوا حشومه انا ولات كنشوف هذا الزمن هذا ولينا كنتعاملوا على حسب المرتبه اللي انت عايشه فيها واش انت واصله كذا ولا انت واصله كذا ولا انت تحت ولا كل واحد يعني عاطينه مستوى وزايدين مثلا هنا في اسبانيا مثلا ما نعرف علاش انا كنشوف هذا الشيء بعيني والله ماشي زعما كنحس لانني بالعكس مع الحمد لله ماشي ناقصاني الثقه في النفس باش نحس ديما راسي راه كاين بالعكس يعني تشوفوني مع الناس انا دائما من نهار درت الزيف وليت بالعكس الثقه في النفس سبحان الله زادتني ان شاء الله نديرو نهضر لكم في هذا الموضوع ولكن سي كتحسي انه المغاربه كيعطيو واحد المعامله واحد النوع بحال هذا النوع هذا كيعطيك واحد المعامله في شكل انك انت دايره الزيف كيجيب لهم الله انك مكلخه انك عند ما كدافيش على راسك انك جبانه المهم جمعين فينا كاع الصفات الخايبه ما عرفتش علاش يعني اللي يشوفك بزاف صافي لهذا البنات خصوصا البنات اللي كتعرفوا تهضروا مثلا اللي ما كيعرفش يهضر ليحت العون ولكن اللي كتعرف تهضر بقى توصل لهم رساله اننا حنا الحمد لله ماشي مكلخات الحمد لله واعيه وفيتي الوعيه اللي يعني الحمد لله لهذا صافي هادشي اللي وقع لي البنات البارح لهذا ما صراحه ما جاتنيش غير نهز التليفون زدتها على الخدمه اللي كانت عندي والروينه صافي تسخسخت وصافي البنات هذه هي حكايتي هادشي اللي وقع لي هذا الصباح هذا والبارح في الصباح عرفتي دوز النهار كله كنت بغيت نلقانا نهضر مع الديريكتوره باش نخوي داكشي في قلبي وصافي هادشي اللي كاين عمرو وقعت لكم شي حاجه نتوما من هاد الناحيه قولوا لي في التعاليق وكيبان لي باش البلوغ لحقاش كيبان لي هضرت لكم 15 دقيقه خويت قلبي نيت معاكم والله داكشي كما قلتو صحاباتي قلتو لكم حتى نتوما مهم كيبان لي دابا يمكن نخلي هاد البلوك هذا هنا اصلا اليوم انا نقول لكم واش غادي ندير في التلخيص باش بلا ما ندير لكم اليوم ديال البنات دابا كيما قلت لكم الصباح غادي نفطر عندي خصني نصور لكم الزيوفه الكوليكسيون الجديده لان دخلوا الوان جداد دابا ملي هضرنا على الزيوفه ثاني نوضح لكم هذه النقطه بالنسبه للزيوفه البنات راني تنهضر معكم في البريفي دوزوا عندي البريفي الانستغرام ما عنديش شي وسيله اخرى نقدر نبيع لكم منها لانه صراحه ما نقدرش نقابل مثلا نقولوا الواتساب ولا هذا نو الواتساب نخليه على العائله لهذا في الانستغرام في البريفي اي وحده بغات شي حاجه تقدروا تهضروا معايا من البريفي ديال ولادكم ولا هذا ونهضر معاكم يعني انا كنجاوب كل شيء يعني لا تقول لي بان فلان يعني انا نعرفها سيده وصافي راه غادي نهضر لحقاش نعرفه بزاف ديال البنات عندكم اسماء ديال ولادكم ولا ازواجكم في يوتيوب لهذا الدنيا هانيه واخا ديروا انستغرام بسميه وحده اخرى خص غير كل انستغرام يعني يكون داكشي ثقه صراحه لانه شحال ماشي بزاف ولكن تي واحد بعض البنات كيجيو كيشريو كيقول لك عافاك خلي لي هادو في الاخر كتمشي كتغبر ما كتهضرش معاك لهذا انا مابقاش كندير ريزيرف اللي بغات تشري مثلا دير لي الانغريس اليوم ولا غدا باش نصيفطهم لها بعد غدا يعني تعطل اكثر ما نخبيش ليها على هذا الاساس البنات لحقاش كاين بنات كيكونوا حتى كيكون مثلا بقاو ليا جوج الوان ولا ثلاثه ياك من واحد الزيب وكيكونوا بنات كيسولوا عليه وكنخبيها انا الاخرى فهمتي يعني كنخلي البنات بلاش والاخرى غتمشي وتخلي ليا في ديالي هذا اللي كيخلص قبل كيديه يعني هادشي ماشي زعما دابا اللي قلت لك كنخبيه لك حتى الغدا خبيه لك حتى الغدا فتغدا ما قلتي ليا والو صافي يعني غادي تسولني البنت عليه غادي نبيعو ليها هادشي اللي كنديرو صافي وصافي كما قلت لكم اي حاجه اي استفسار وهذا كان مهم الانجريسو كيكون ترانسفيرنسيا ولا انجريسو بنكاريا في كوينتا بنكاريا وانا كنصيفط لكم حتى للدار صافي هادشي اللي كاين ديك الساعه بغيتو تعرفوا التفاصيل اثمنه كلشي في الانستغرام كلشي حاطه لكم يعني الاثمنه وفي البريفي كنهضر لكم يعني اي حاجه نشرح لكم اكثر واكثر وصافي صحباتي العزاز هادشي نقول لكم غادي نمشي دابا كما قلت لكم غنكمل الزيوفه غنوجد الغدا نجمع شويه الدار لانه اليوم ما قارياش نجمع شويه الدار ديالي وهذا
وصافي يعني ما عرفش غادي ندير في العشيه الصراحه. يعني هذا البلوغ نخليه هنايا ان شاء الله حتى الغدا ولا هذا ونبداو ثاني نسجل لكم بلوغات. باقي خصني ندير المونتاج لواحد المورنينغ روتين، لانه ديك المره عقلت فاش قلت لكم نسجلوا لكم سجلتوا ما عرفتش كيفاش وقع، بقيت شحال حاجه ما مسجلاش شحال حاجه ناقصه لي، هذا حيدت وعاود سجلت لكم مورنينغ روتين، هذا خصني نعاودو ونقادو لكم باش نحط لكم ان شاء الله غدا. اليوم وحاش باش نقدر نحقر صعيب صراحه المونتاج هذا الفيديو، غنحط لكم يا اما غدا يا اما الحدي ان شاء الله ما عرفتش امتى. يلا بوسه كبيره تهلا فراسكم، حنا نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. وسمحوا لي صدعتكم ولكن بغيت نهضر معكم ونخوي نخوي معكم قلبي، باش حتى نتوما كما قلت لكم تقول لي واش وقع لكم بحال هادشي، كيفاش دفعتوا على راسكم، واخا يعني شي حاجه بسيطه ولكن هادشي بسيط صراحه كتقدر تجي شي حاجه كبيره. يعني اللي عاملني اليوم بحال هكا علاش؟ على باش نطلع الفوق على الله، كيفاش غيعاملني مره اخرى على شي حاجه اخرى؟ لهذا ندفعوا على راسنا بكل احترام وادب. باي.